يعني من الأحرار كلنا سعيين للحرية وللثورة، ثورتنا ضد الظلم، ضد النظام اللي ظلم الكل. أنا رغم أني كنت مريضة وفاطني انحلال بالدم، الحمد لله قمت بخير وسلامي، ورغم هيك جاي مع الثورة، جاي شارك الأحرار، اللي نحن غرضنا واحد هو إسقاط النظام لنغير هالشيء اللي نحن وصلنا له من فقر ومن تعثير ومن أخلاق سيئة خبت ما بيطغوا علينا الكل. فنحن بدنا الحرية للكل مش لواحد واحد، وبدنا الحرية لسوريا كلها، بدنا سوريا موحدة كاملة مش لسويدا فقط، نحن بدنا سوريا تكون كاملة للكل. نحن بننادي بالحرية وبالثورة للكل ضد النظام اللي طغى واللي وجع كثير قلوب من العالم وقلوب الأميات حصرا. كثير أضافت النساء، النساء إلها كثير دور كبير. أول شغلة إنه عطت الحماسة بقلوب الرجال، كانت أخت رجال وكانت الأم وكانت البنت وكانت المرأة، هي الإنثى اللي عطت حرية وعطت قوة للرجال يكونوا بالمستوى هذا.